مرحبا بكم من جديد متابعينا. الهلال حامل اللقب يبقي على لقبه بطلا لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية بهدف لمثله. ذهبت المباراة لركلات الترجيح، الصورة أعبر في اللقطة الأخيرة والركلة الأخيرة للاعب النصر مشاري النمر. بونو يكمل تميزه الذي بدأه مع بداية الموسم ويمنح الهلال ثلاثية هذا الموسم. مبروك لكل الهلاليين، مبروك لمن حضر في الملعب وتابع خلف الشاشة. هارد لك للنصر من حضر في الملعب وتابع خلف الشاشة. مباركة لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز. فوز الهلال بهذه البطولة مباركة أيضا لمجلس إدارة نادي الهلال وكذلك لإدارته الفنية والإدارية. بالتأكيد المشاهد صعبة جدا، ولعلها ولعل ما هو على الشاشة أحد نوادر الصورة في عالم كرة القدم لقائد النصر كريستيانو رونالدو. مباراة كانت صعبة كابتن.